أنا شيماء أحمد آدم، عمري 24 سنة، كلية طب أسنان جامعة الخرطوم. كنت خريجت لي 3 سنين، خلصت امتياز وحاليا فتش في شغل. الشغل الطوعي عموما، أطفال السرطان، دعم النفسي بتاعهم، مرضى سرطان الفم حكم شغلي كطبيبة أسنان، مع النازحين في الـ IDBs، الأيام العلاجية، يعني الشغل الطوعي عموما، أي شغل محتاج power activity. يعني كتير، يعني أي فكرة بتاعت إنه أنت بت وصعب بالذات في السفر، يعني معظم الحياة اللي أنا بكون محتاجة أعملها إنها في السفر، ف يونت ألاود إنك تسافر تمشي مثلا تقعدي أسبوعين عشان تعملي حاجة معينة. ف أكثر من 3 حملات نظمتها عشان معسكر النازحين في دارفور، وما قدرت أمشي أنا، بنظمه وبخلي الناس يمشوا هم يعملوها، تابع معاهم فيديوز وبرنات وكده. يعني الحياة الصعبة تعني إنه الحركة، يعني حتى المكاتب بتاعت الحياة اللي احنا نمشي نعملها في المكاتب ولا كده صعب شديد. يعني أي زول عارف في السودان إنه الحياة دي شوية صعبة، معروف إنه مجتمع ذكوري. يعني مشيت هناك كمجتمع مدني، اختاروني المكتب بتاع يونيفم هنا، أخذوا فكرة عن الحياة اللي أنا بعملها عشان المعسكر بتاع النازحين. قضيت 3 أيام هناك، يعني أنا حتى عشان أقنع الناس إن أنا عايشة هناك كسيوس صديقي وأنا مفروض أمشي أشارك هناك، كان موضوع صعب شديد. مشيت الحمد لله. الفكرة كانت إنه لأن النساء ما كانوا مشاركين في الطاولة، يعني مع الـ في نيجوشيشن ذات، ليه ما كان في نساء؟ يعني النساء بيكونوا بس يا إما سيفيل سوسايتي يا إما هم تبع الدي أذر سايد، يعني تبع الحكومة، لكن ما كان بيكون في حتى نساء الحركات. يعني الناس دي بيتلاقوا بطرف لكن ما في في الطاولة، ما عندهم أكتيف رول، مع إنه إحنا عارفين دور المرأة كان ممكن يكون مفيد قدر شنو، إني وقف الحاجة دي وفي فترة وجيزة جدا. فثلاثة أيام كانت إنه إحنا بنقنع الـ3 أطراف ديل إنه إحنا مفروض يكون عندنا دور في الطاولة. فحتى لما نبدأ أتكلم أثناء النقاشات دي، أنا كنت أصغر زول مشارك، فهم الناس كلهم بيتلفتوا عينه إنه أنت منو وليه شاركتي هنا أصلاً. فكان موضوع إنه أنا أصلاً أتكلم عن أنا ليه جيت هنا وعن دوري، كان موضوع دي برضه مرحلة من حياة المواجهاني إنه أنا صغيرة بالنسبة للناس المشاركين كانوا هناك. تكون حسنة، يعني لما نمشي أيام علاجية برا ومفروض نتكلم مثلا، إحنا طب أسنان بس في القوافل في الأيام العلاجية بنعمل تثقيف صحي عن أي حاجة. فأنا أكون زولة صغيرة وقدامي أكثر خالات وحبوبات وناس كبار في العمر، بيجي أتكلم لهم عن الختان مثلا، فيقول لي إحنا من زمن يعني حبوبات إحنا بنعمل كده، أنت بتتكلمي معنا كده ليه؟ حتى يمكن أقول لو كنت مرة شوية كبيرة بالنسبة لهم ولابسة توبي كانوا ممكن يسمعوا كلامي، مع إننا بقعد لهم لا إحنا قرينا الكلام ده، إحنا قرينا الكلام ده في الجامعة والعلم بيقول كده، عائق مع إنه المفروض تكون حسنة. يعني نوريهم إحنا إنه في حاجة تغيرت، لو إحنا أديناهم أمل إنه في حاجة ممكن تتغير، إحنا كشباب كلنا شابات سودانيات، نوريهم إنه في حاجة ممكن نغيرها إحنا مع بعض، حاجة تكون قديمة مثلا زي الختان نيجي نغيرها برانا، أكيد بنقدر نعمل كده إن شاء الله، في أمل كبير. عشان كده المفاوضات الأخيرة اللي أنا كنت مشيتها، كانوا هم بيقولوهم إنه المشهور من زمان من سادارفور إنه هم كان عندهم دور، يعني حتى في الحروب زمان عندهم هيستري قوي جدا في الحياة دي، فليه ما في أسي حاجة؟ في مبادرات كمية، أنت عارفة من أول أيام المفاوضات من أيام بودن النساء كانوا مشاركين فيها، لكن دورهم مثبط، يعني هم ما شاء الله بيعملوا حاجات كويسة. يعني أنا البيبرز اللي شفتها والحياة اللي أنا شفتها إنه في أمل إنه هم يمشوا لقدام، في حياة كويسة، لكن بتتغطى يعني بتتضغط، ما أعرف شنو بالضبط العامل الحاجة اللي خلتهم يعملوا كده، لكن عملوا حاجة كويسة بالمناسبة. هما شقين نفس السؤال ده بالنسبة لانفصال الجنوب. بالنسبة لي أنا قاعدة أقول لهم دي بوينت دارك هيستوري، حاجة بلاك بوينت كده في الهيستوري بتاعنا، ما I'm not hopeful نهاية الحاجة اللي حصلت. بالنسبة للي حصل في ده الاتفاقية اللي حصلت، بالنسبة لي كأنه ما حصل حاجة، ما حصل شيء لسه، لسه في كتير مفروض يحصل عشان دارفور ده، يعني
لسه يعني بالنسبه لمستقبل السودان كله حاجه مظلمه جدا، لكن زي ما انا بقول دايما بكره احلى ان شاء الله. توقعاتي لها انه اهل دارفور في نفسهم هم المفروض يكونوا عارفين الحاجه دي، عشان كده انا بكون شغاله مع النازحين. النازحين بقى عندهم مثلا ما في امل انه الوضع يتصلح، تشوفها طلعوا من المدارس او اللي لسه اصلا ما دخلوا المدارس، اللي جروا المدارس ما اشتغلوا، اللي بيقوا شغالين يجيبوا اكل عيشهم لانه باباهاتهم ماتوا، اكل عيشهم تدمر، فمحتاجين مع بعضهم يشتغلوا. يعني اهل دارفور في بعض يرفعوا بعض، يشتغلوا مع بعض، يكون في امل انه النازي تمشي لقدام. ما في زول يستنى حي من الحكومه، ما في زول اصلا المفروض يستنى حي من الحكومه. الناس تشتغل مع بعضها، ام كويت هيلفول ان شاء الله مع بعضهم يشتغلوا يرفعوا بعض انه يمشوا لقدام، كيف ما حنستنى الحكومه. انا عندي نظريه انه الحكومه تشتغل في الحياه اللي برا بس ما ممكن تشتغل في الحياه اللي جوا. فالحكومه تعمل الحياه اللي برا، تعمل جامعه، تعمل مدرسه، بس انا اشتغل فيهم من جوا. انا كسيفيل سوسايتي، انا كناشطه امشي اشتغل فيهم من جوا. انا امشي اقنع الناس في المعسكر بتاع النازحين، ادخل المدرسه اللي بنتها الحكومه تجيب الاساتذه وتديهم قروشهم وتخليهم يشتغلوا في المدرسه، انا اقنع الناس يمشوا يدخلوا المدرسه. ف دي نظريتي، بقول لهم كده يعني احسن كده، دوله كويسه الحكومه تبني تجهز الحاجات، يكون في بيزكس يعني، واحنا بعدك نشتغل في الناس من جوا. هنقول شنو يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ممكن نقول انه احنا دوله عندنا بيزك اسلامي، احنا شغالين بنظريه انه احنا دوله اسلاميه، وده العنوان بتاعنا يعني، ودي الحاجه احنا المفروض نفخر بيها ويحصل كده. ف شيم اون يو. زي ما بتقولي يا شيماء، بكره احلى ان شاء الله. شكرا لك انت، تسلمي.